Salam bnat, مرحبا بكم في لاشين ديال ايزاي بيوتي. heureuse de vous retrouver. فيديو جديده. هاد لا فيديو الا ايتي دوموندي بزاف. كنت درت لكم حطيت عليكم نهار الاربعاء حطيت لكم لا فيديو ميك اب باك تو سكول وقلت لكم واش بغيتوني ندير لكم دي فيديو كوافير باك تو سكول. vous avez été vraiment très 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 nombreux طلبتوا مني دي كوافير باك تو سكول. alors j'en ai pas beaucoup beaucoup, je vais vous en montrer واحد جوج. غنوريكم دو كوافير باك تو سكول اللي جاوني سامبا على حسب الذوق ديالي بطبيعه الحال. و انسويت غادي نوريكم دو توني اوسي باك تو سكول اللي تقدروا ديروا بهم اون رونتري. بيان سور لي توني تاع هما بالذوق ديالي, جيسبر كيعجبوكم. اي سون بلو تاردي نبداو بلا كوافير. غادي تحتاجوا مشطه باش تمشطوا الشعر ديالكم. شعري واخا نمشطو 50 مره في النهار كيعاود يتخبل. بيان سور ملي كنمشطو كنبداو ديما من التحت باش ما نهرسوش الشعر ديالنا. كنبدا من التحت وانت طالع لايك ذيس. اي فريمون شعري تحرق لي بزاف من التحت باسكو كنستعمل بزاف لا بلاك باش نصيب شعري. اي دونك حرقتو فريمون بيان كوم يلفو. واخا كندير le sérum thermoprotecteur et compagnie, les plaques, c'est les plaques. Et donc voilà. Alors باش ندير لكم دي فيديو كوافير وتبعوا معايا مزيان, غادي نعطيكم بظهري وغادي نحاول انا نشوف في هذه المرايه باش نشوف راسي شنو كندير. نتمنى ان توكا بلي هاد لا فيديو تعجبكم. ان توكا اللي عجبتكم فنيزيتي با ام ليسي دي بوس بلو بور مونكوراجي. اي اوني بارتي بوغ لا فيديو. Alors pour cette première coiffure, خاصكم تبعوا معايا مزيان. غادي تاخذوا لي دو كوتي ديال الشعر ديالكم اليسر ومن اليمين بحال هكا كيما كنوريكم. بحال غادي تجمعوا نص كوت شوفال. سي اكزاكتومون سكو جي في. انا خليت اون بتي فرونج من القدام حيت شعري شويه خاوي من القدام. انتما الا كنت شعركم عامر وبغيتوا ما تخليوش لا فرونج ممكن لكم ما تخليوهاش. الوغ كيما قلت لكم كتجمعوا شعركم بحال هكا من الفوق بان بتيت الاستيك يكون في اللون شعركم ويكون رقيق باش ما يجيش باين. راه كيتباعوا كيديروا شي 8 درهم ساشي عامر ب 8 درهم. دونك فوالا درت نص جمعه. اونسويت هنا خصكم تتبعوا معايا مزيان. ديك النص جمعه كنشدها بشي بانس في القدام شعري باش ما ديرونجينيش باش نقدر نخدم اللور شعري على خاطري. الوغ شوفوا غادي ناخذ شعري عاوتاني, غادي نعاود نقسم داكشي اللي بقى ليا في شعري. نعاود نقسمه حتى هو على النص كما كتشوفوا وغادي نحل البانس اللي درت القدام وناخذ نص الشعر اللي ديجا جمعتو طالور وكنجمعهم مع بعضياتهم. دونك كناخذ شويه شعري من التحت وكنعاود نشعرو مع داك كنجمعو بلوتو مع داك الشعر اللي جمعت من الفوق وكنشد كلشي بلاستيك. فوالا ملي كنجمع شويه الشعر اللي عاد شديت مع الشعر الفوقاني اللي جمعت كنجرو فحال هكا بشويه بشويه دو فاسون ا فورمي اون بتيت بول فحال هكذا اللي كنخدمها على خاطري وكنقادها كما بغيت. اي جو ريبرودوي لا ميم شوز. دونك كنعاود ناخذ هاد الشعر كامل اللي جمعت وكنشدو في القدام ديال راسي بون بانس بحال هكا. اي اونسويت كنعاود نقسم الشعر اللي بقى ليا لتحت فوالا وغادي ناخذ شويه ديال الشعر اللي قسمت وغادي نجمعو مع الشعر اللي عندي الفوق كامل وندير عاوتاني ان الاستيك. هاد الالاستيك راه ابيض حيت ما كنتش لقاو ما لقيتش عندي الكحل ما بقاوليش. اي جو فولي فو فير لا فيديو كود كو كود دونك قلت بون سي با غراف انا غادي نستعمل هذا. من نتوما استعملوا الاستيك في اللون شعركم باش ما يجيش لاستيك باين دو تو. انا هنا جا باين ما عجبنيش مي بون سي با غراف. المهم هي لا كوافير. دونك كنعاود نشد لا ميم شوز كنجر شعري عاوتاني دو فاسون ا فورمي اون دوزيام بوتيت بول ومن بعد كنشد داك الشعر اللي بقى لي لتحت وكنجمعو مع لا توتاليتي د الشعر الفوق بان الاستيك عاوتاني
يمكن لكم ديروا هاد لا ميثود شحال ما بغيتوا في شعركم. انا اكتفيت بثلاثه ديال المرات، من ثم ممكن لكم تزيدوا الا كان شعركم طول. دونك فوالا، كنعاود نشد لي لاستيك في شعري ونعاود نهبط لي لاستيك لتحت ونجر شعري كما هكذا بشويه دو فاصون ا فورمي اون ترويزيام بوتيت بول. وهنا كنقلب على شعري انا عاد غادي يبان لي لاستيك، غنشدو وغادي نجر شعري ونهبط لاستيك شويه بور فورمي لا ترويزيام بول اللي قلت لكم. دونك فوالا، انسويت هكا بان لي ما عجبنيش بزاف، دونك جي ديسيدي باش غادي نزيد نسيباري لي زيلاستيك ما بيناتهم، نكبر لا ديستانس ما بين لاستيك ولاستيك باش لا بول تجي باينه مزيان. دونك سي سكو شو ان تران دو فير دابا، كنكبر المسافه ما بين كل الاستيك والاستيك اي كنقاد بيان سور لا بول ديالي. اي ترى voici donc le résultat. كيما كتلاحظوا الشعر وكيبان فريمون كتير وقوي، اي سي بور سا كو جادور فريمون هاد لا كوافور، كتعطيك لابريسيون دافوار بوكو 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 دو شيفو اي سي سكو جادور هاد لا كوافور. كيما قلت لكم كيبان شعركم قوي 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 وكتير. غندوزو اكطويلمون لا دوزيام كوافور. الو نعاودو نشطو شعرنا بطبيعة الحال، حيت انا ما بين مشطة ومشطة كيتخبل ليا عادية جدا جدا. انسويت كنشد وكندير اون كوت شيفال نورمال. جوسكا بريزون جو بونس كتكونو متبعيني لا كوت شيفال، كلشي كيعرف يديرها. بون انا توجور كنخلي اون بتيت فرانج القدام، قلت ليكم ديك لا فرانج اختيارية، يمكن ليكم تخليوها كم يمكن ليكم ما تخليوهاش، سي ا فو دوار. دونك كندير اون كو شيفال توجور بان الاستيك اللي ما كيبانش، بحال هادو اللي كيكونوا رقيقين هكذا وفي لون شعركم اولا ترانسبارون. دونك فوالا، درت كو شيفال عاديه، يمكن لكم تبقاو هكا بكو شيفال سي زافو انتريس، مي انا جي ديسيدي ندير ضفيره. الوغ الضفيره اللي غادي ندير دابا هي الضفيره العاديه، الضفيره ا 3 بران، كنت ديجا درت لكم تيتو عليها. سوف كو اوليو ما ضفر شعر فوق شعر، كتضفروا من التحت، كتضفروا في لو سونس كونترير كيما غادي نوريكم دابا. هانتوما تشوفوا معايا، سي غير كي دابا ما مكادرياش مزيان، جافي با ماركي، مي في الاخر ديال هاد لانات، في الاخر ديال هاد الضفيره غادي يبان لكم بلي راني كنضفر من التحت. عاديه ضفره ا 3 بغان، يعني كتفرقوا شعركم على ثلاثه، مي اوليو ما دوزوا شعره فوق شعره كدوزوا شعر تحت شعر، يعني ماش تحت باش. فريمون في الاول غادي تجيكم صعيبه شويه باسكو سي كونترير لشنو مولفين نديرو لا لوجيك اللي حنا كنضفرو بها، مي فوز الي بروند لا ما اون فوا غادي تبداو غادي تعرفوا تكملوا. دونك فوالا، كتضفرو ضفره ماشي تحت ماشي، كدوزوهم بحال هكا. ابري جوري دو مال فيغ لا فان، غادي ندور شعري للجنب باش نقدر نكمل الضفيره على خاطر خاطري. مني كتكملوا الضفره فحال هكا، الوغ تبعوا معايا مزيان. الضفره قلت لكم ا 3 بران، يعني كاينين ثلاثه د لي ميش في الضفره. كتشدوا لا ميش الوسطانيه كتقبطوها مزيان بصبعكم وكتطلعوا لي دو زوتر ميش الفوق فحال اللي غادي نوريكم دابا. هانتوما شوفوا لا ميش الوسطانيه كنبقى شدها ولي دو زوتر ميش كنطلعهم الفوق. فوالا كما كتشوفوا، مي عندك وتلقوا لا ميش لوسطانيه، سينو ما غاديش تشد لكم الضفره. دونك كتشدوا لا ميش لوسطانيه مزيان ولي دو زوت ميش اللي كيبقاو في الجناب كتدفعوهم مزيان للفوق، كتدفعوا الضفره باش كتعطي داك لي في ديال الضفره كبيره وتوفي وزوينه فحال هكا. اون توكا انا كتعجبني. دونك voici le résultat de la deuxième coiffure. Sans plus tarder, nous allons d'abord les deux tenues les nqsar halikom f'had la vidéo back to school.
voilà, c'était tout pour cette vidéo back to school. اقترحت عليكم كيما شفتوا دو كوافور ساهلين باش ديروا اون سوبر رونتري سكولير, واقترحت عليكم جوج لبسات فريمون تري تري سبور, اي سورتو اختاريت باش لبس غير سبرديلات parce que vraiment il faut être très 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 à l'aise pour passer toute une journée à l'école ou là au lycée ou là à la fac. En tout cas, j'espère que la vidéo te connaît. J'espère que n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce style. Je vous fais d'énormes bisous mes chéris et je vous dis une la vidéo j'ai inchallah. Ciao.